الحاجة التانية اشتغلنا على حاجة تانية. لما جه مايكل قلنا ايه الفرق بين اللعيب في مصر واللعيب في اوروبا؟ قال لك ان اللعيب المصري لعيب ذكي جدا بس عنده مشكلة، هو العنصر البدني. 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 اوكي. فابتدينا واحنا شغالين في بداية الموسم نغير من فكرة اللي كان كله بيحصل قبل كده في مصر كله. ابتدينا السيستم اللي حطه كله هو الخواجه، هو اللي حاطط السيستم بتاع الشغل البدني كله. في الشهرين الاولين احنا بدانا اول ناس في مصر، اللي هي فتره الاعداد، بدانا اول ناس في مصر. يعني احنا بدانا من بدري قوي، يعني كل الناس كانت لسه، بدانا قبل الناس كلها بشهر وشهر ونص. كل الناس كانت بتعمل اختبارات والكلام ده كله، احنا كنا بادئين شغلنا. لان احنا بدانا، وبدانا في يعني بدانا في صاله، مش جيم، كاراتيه. كاراتيه. يعني ابتدى اللعيبه تتعلم ازاي تقع، اللعيبه ازاي تتعلم تتفادى ازاي ايه؟ تقع. تقع؟ طبعا. اتعلم ازاي يتفادى الاصابه، اتعلم ازاي يكبر محيط جسمه من غير فكان في حاجات جوه بره 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 الشغل خالص. يعني اشتغلنا بسيستم تاني في الشغل. فدخلنا بقى خلاص، دخلنا على الـ على الـ على السيستم الشغل، وابتدانا برضو في الفكره واحنا ماشيين ان احنا بقى كل واحد في كل جهاز في واحد مخطط احمال، كل جهاز لكل فريق. لكل فريق. اوكي. على الرغم من الراجل حاطط حاجه واحده، لكن كل واحد بينفذها بطريقته برضه. اللي هي نرجع للبدايه خالص، اللي هو النادي الاهلي او مدير او كابتن خطيب بيحط السياسه العامه، وحضراتكم بتنفذوها كل واحد بطريقته. صحيح. أوكي. وانت بتدي للشغل اللي تحتيك وبينفذ برضه بطريقته. ليه؟ انت برضه لازم الابداع الشخصي يبقى موجود. بالظبط. ما بقاش ان انا كل واحد، انا مش كل الناس هتبقى شبه بعض. بس في الاخر انت كله شغال بسيستم، هو سيستم واحد بس اللي شغال، واللي احنا عايزين نروح فين كله بقى شغال عشان انا عايز اروح فين. من الفرق كلها، من فرقه 2007 لغايه 2001 هو بيلعب بنفس الطريقه، بيلعب بنفس السيستم، بياخد نفس الشغل، بس بقى طبعا مع اختلاف الاعمار، الاعمار السنيه، انما نفس المحاضرات. فانت ابتديت بقى الـ 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 الشغل مختلف. ابتدينا برضو نروح لحته تانية اللي هي قصه ان انا برضو ايه، في حاجه ناقص اللي هي ايه، موضوع التغذيه. فابتدينا جبنا استشاري تغذيه، وده موجود في القطاع، موجود بصفه مستمره، قاعد بيتابع كل تنظيم بقى الاكل. خلاص اللعيب محتاج تمرين كويس وينام كويس ويتغذى كويس. يتغذى كويس. فاحنا اشتغلنا على العناصر كلها بتاعت عناصر اللعبه، وازاي ان اللعيب يبقى لعيب جيد يطلع منه منتج كويس. هو مش بالسهوله دي، مش بس يعني، لكن طيب هنكمل. في تفاصيل كتير بقى جوه في النص، بس يعني كده سريع.